نقطتين. نعم. النقطة الأولى، الأكثر حصولا على هذه البطولة هو النادي الأهلي، وبالتالي خبرات موجودة كبيرة عن، أو احنا بنقول إن دايما ما يبقى عندك كم من البطولات بتبقى أنت متعود عليها وبالتالي تبقى يعني في صالحك. على الجانب الآخر الدوافع، هل الدوافع اللي موجودة عند النادي الأهلي بنفس شكل الدوافع الموجودة عند نادي الزمالك؟ هي الدوافع موجودة بنفس القوة لكن مش بنفس الشكل. يعني إيه بنفس القوة؟ الدوافع عند الزمالك قوية جدا، ان هو عاوز يكمل انتصاراته، صحيح، البطولات اللي خدها الاثنين دولي تمام. والكاس والكاس من النادي الاهلي، وعاوز يكمل على انه هو متفوق على الاهلي. يعني عاوز يكمل مسلسل تفوقه على النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى عاوز يستعيد مره اخرى زمام الرونق والزمام اللي هو اللي فقده خلال الموسم اللي فات او الموسمين الماضيين، وكان ناتج برضو الحقيقه عن عوامل كتيره. يعني ما اقدرش اقول انه النادي الاهلي مثلا كان سيء جدا، لا، في عوامل اثرت عليه، لكن مش ده مجال الحديث عنها دلوقتي. لكن الهدف الاساسي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي ان هم يكسروا، احنا قلنا هناك عايزين يواصلوا التفوق، ده عايز يكسر حاجه، الاهلي عاوز يكسر هذا التفوق، مصالحه الجماهير وطبعا وبالتالي مصالحه الجماهير. طب هنا بقى الدوافع اني اقوى من وجهه نظرك يا استاذ جمال، الاهلي ولا الزمالك؟ هنا في اللي انت بتوصفه الدوافع، يعني بتوصفه. لا، الدوافع اللي عند الاهلي، ما هو انت الدوافع عندك بتبتدي عشان تبتدي تكون الروح الخاصه بالمباراه. انا ممكن اقول لك قياسا على الاقوى، ان انت تقدر تقول اكتر، لانه هتبقى يا استاذ جمال احنا بنتكلم جوه، ان انت كنت بتسال ابو مسلم فلقيته بيقول لا، ما هو الدوافع عند الاثنين، وده حقيقه، اهلي وزمالك كل واحد عنده طبعا، لكن ممكن عند الاهلي اكتر، صح؟ يعني اكتر، يعني اكتر، وبرضه نقدر نوصفها وصف تاني، يعني اضافه لانه هو اكتر، ان هي اكثر احتياجا في التوقيت ده للنادي الاهلي. ما هي بقى عشان يعني اكثر احتياج، يعني عشان ناقصاه، عشان اكثر احتياجا للفوز. طب لو الاهلي ما خدش السوبر ده يبقى مشكله للاهلي مثلا؟ ما انا هقول لحضرتك، الزمالك لو خد البطوله فاستقراره مستمر. الاهلي لو ما اخدش البطوله، الاستقرار اللي هو بيحاول يبنيه دلوقتي قد يتعرض لبعض الهزه. لا، انا يعني بمعنى انا اقول يتعطل، مش يتعرض لهزه. انا باخد رايك فيها يا استاذ عصام، لا هو انا بس اللي عايز اوصله ايه كمعلومه، انه النادي الاهلي يسعى للفوز بهذه المباراه او هذه البطوله عشان كمان الجهاز الفني الجديد يكتسب ثقه الجماهير، عند الجماهير. وعشان كده يمكن من قبل ما يلعبوا الدوري الجمهور كان مركز على ايه يا مستر كولر؟ سؤال على الاهلي والزمالك، لقاء الزمالك، واخد بالك؟ يعني هي الفكره ايه، طبعا الدوافع واحده قويه عند الاثنين، لكن عند الاهلي اقوى، والاهلي اكثر احتياجا لكسر هذه المعانده. يعني الاهلي يشعر حسب تقديري انا، يعني انه في شيء بيعاند مشوار الاهلي بعد ما كان بياخد كل البطولات السابقه. يعني الاهلي برضو خلي بالك جاي منين. الاهلي جاي من مرحله تفوق دوري ابطال افريقي كاس عالم. دولي طبعا، يعني على مستوى كاس العالم للانديه مقدم عروض برونز في موسم واحد كويسه، وواخد 2 دوري ابطال واثنين سوبر افريقي، مش كده؟ ورا بعض تالت عالم مرتين بالظبط. فانت يعني فريق جاي من القمه ويريد استعادتها مره اخرى. تمام، فالدوافع طبعا عنده بلا شك دوافع قويه. استاذ عصام برضو نفس النقطه، هي بس طبعا عشان الزمالك هو اللي كسب، ايوه، عشان يعني استفاد او الاهلي كسب السوبر، ايه اللي يحصل للزمالك؟ استفاد الاستاذ جمال في الشرح، هي تبقى بس فكره انه الزمالك لن يدار كثيرا، لكن هتبقى فيها يعني جرح صغير،
انما الاهلي هيتعطل، مش بقى هتنقلب حاله استعاده الثقه واستعاده الهدوء وكذا، لا هتتعطل شويه لان الجمهور هيبدا يسال يا جماعه ما كنا قايلين لازم تجيبوا البرازيلي وتجيبوا اتنين تاني وتلاته الناس هتكتر كم فكره كده. لكن انت عارف كويس قوي ان جمهور الاهلي اللي دايما السلوجان بتاع جمهوره ده حماه، طبعا كل حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى على طول وفورا جاهز لاستعادة ثقته باللي بيدير. عشان كده لكنها في الآخر هتبقى لا خبطة خبطة. الزمالك بفوزه يذهب إلى منطقة تانية ويؤكد هذا التفوق واستمراره، والأهلي تعطيل استعادة الثقة والهدوء زي ما قال الأستاذ جمال، لا هيتعطل، وده هيخلي كل ما هو روابط فيها ثقة 100% قد تنزل معدلاتها ل 60-70 انتظارا ليناير.